معادنا مع سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا من الأسفار الحلوة جدا في الكتاب المقدس. عايز أقول لكم كلمة بسيطة كده عن سفر الرؤيا. أولا هذا السفر بيحكي عن الحياة الأخرى أو الحياة الأبدية أو الحياة في ملكوت السماوات. فيه مناظر جميلة جدا وموضوعات جميلة جدا وشرح جميل جدا عن ملكوت الله، عن أورشليم السماوية، عن العرش الإلهي، عن الحمل في وسط العرش، منظر الملائكة، منظر القصوص 24 قسيسا والأربع حيوانات الغير متجسدين، وأورشليم السماوية بأبوابها الاثناشر، المدينة الذهبية ونهر الحياة والبحر الزجاجي. كل الحاجات دي حاجات في الحياة الأبدية في السماء. فسفر الرؤيا بيتكلم عن السماء اللي احنا بنروحها. سفر الرؤيا أيضا سفر بيتكلم عن حياتنا الحالية. تلاقوا فيه رسائل للكنائس فيها تعاليم كتيرة. من سفر الرؤيا نعرف مين ممكن هيعيش ويدخل السماء ومين هيتحرم من السماء وازاي نعيش حسب وصايا ربنا. فهو أيضا سفر لتعليمنا في حياتنا الحالية. سفر الرؤيا أيضا سفر عبادة وتسبيح، مليان حاجات كتيرة من التسبيح، مليان حاجات كتيرة. نشوف الملائكة بتسبح، 144,000 بيسبحوا، اللي واقفين على جبل صهيون بيسبحوا، قدام العرش بيسبحوا، مليان تسبيح كتيرة ومليان لتورجية، يعني نقدر نقول إن هو سفر الليتورجيا. سفر أيضا مليان بالرجاء، يعطي رجاء وبيعطي أمل، يعطي رجاء ويعطي أمل أن هناك رجاء للغلبة ورجاء في الانتصار، زي ما بيقول كده: وهم غلبوه بدم الخروف، هم غلبوه بدم الخروف. فهو سفر الغلبة وسفر الانتصار. عشان كده الكنيسة تعودت أن هي تقرأ سفر الرؤيا في ليلة أبو غلامسيس بعد احتفالنا بالجمعة العظيمة مباشرة، لأنه في اليوم ده هو يوم الغلبة ويوم الانتصار على الشيطان وعلى الخطية، اليوم اللي فيه المسيح داس الموت وغلب الموت وغلب الخطية وغلب الشيطان. فهو أيضا سفر الغلبة وسفر الانتصار. السفر ده مليان رموز كتيرة، ويمكن البعض مش بيفهمه لأنه فيه بعض الرموز، ولكن الحقيقة هذا السفر مكتوب فيه طوبى لمن يقرأ وطوبى لمن يسمع وطوبى لمن يحفظ أقوال هذا السفر. يعني مجرد أنك تسمعوا هذا السفر فده ليه بركة خاصة، ومجرد أنك تقرأ السفر ليه بركة خاصة، ومجرد أنك أنت تتأمل في هذا السفر ليه بركة خاصة. النهاردة كورال الكنيسة الحقيقة أنا بعتبرها مفاجأة حلوة السنة دي، أن الكورال يجهز أوبريت لسفر الرؤية، هيقدم لنا سفر الرؤية بطريقة لطيفة جدا تنطبع في أذهاننا وتنطبع في قلوبنا، ويبقى بيقربونا لسفر الرؤية وبيقربوا سفر الرؤية لينا. في توزع عليكم نبذات سفر الرؤيا في أوبريت أورشليم السماوية. النبذة دي فيها النص بتاع الأوبريت أو معظم الحاجات بتاعة الأوبريت عشان تقدروا تتابعوا مع كورال الكنيسة. الأوبريت هياخد حوالي ساعة وربع، فأرجو إن احنا نهدى وإيه وما نزهقش. إن شاء الله هتنبسطوا بهذا السفر وتنبسطوا بالأوبريت ده، ويبقى عمل ناجح في الكنيسة القبطية. أنا بشكر الأخوة الأيمين على خدمة الكورال، أخ أشرف، والأخوة اللي مساعدين ليه واحد واحد، ما فيش وقت أن نذكر اسم، وأيضا بشكر الأخوة اللي هيشتركوا ويقدموا الكورال.
النبذة دي مكتوبة بالعربي ومكتوبة بالعربي اللي بالحروف الإنجليزي، وفي ترجمة ليه باللغة الإنجليزية. اللي بيعرفش يقرأ عربي أو ما يفهمش عربي، في ترجمة باللغة الإنجليزية تتوزع عليكم. مش عايز حد يكلم لو سمحتوا، معلش تيجي تقول لي في ودني، معلش. Coptic Orthodox Church would like to present this year's operette, The Heavenly Jerusalem, from the Book of Revelation. كورال شباب ماري ماركوس الرسولي بجيرسي سيتي يقدم لكم سفر الرؤيا في أوبريت أورشليم السمائية. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day
And I heard behind me a loud voice as of a trumpet saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book, and send it to the seven churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في جزيرة بطمس من أجل كلمة الله، من أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في يوم الرب وسمعت صوت ورائي، صوت عظيم كصوت البوق ينادي ويقول، أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، الذي تراه. اكتب في كتاب وارسل إلى السبع كنائس التي في آسيا، إلى كنيسة أفسس، برغامس، سياترا، ساردس، فيلادلفيا، ولاودوقية. من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من له أذنان فليسمع.
Seven letters are sealed. He who has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. This shows that these letters are sent to all the churches, before all ages and unto all ages. These are from the Spirit of God for the salvation of our souls, and it is crucial to listen. Here. Let him hear what the Spirit says to the churches.
After these things, I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, Come up here, and I will show you things which must take place after this. Immediately I was in the spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. وتختب الرسائل السبع بعبارة من له أذنان للسمع فليسمع، مما يوضح أن هذه الرسائل مرسلة لكل الكنائس عبر كل الدهور وفي كل العصور في أي مكان وفي كل زمان، إنها من روح الله لخلاص نفوسنا. المهم أن نسمع. من له أذنان للسمع فليسمع. والسمع هو الإصغاء والتمييز ثم الطاعة، أي الانتباه القلبي الذي يوضح لنا صوت الله وسط أصوات العالم والشيطان والذات، ثم خضوع الإرادة حين ننفذ تعاليم الله بفرح. وبعد هذا نظرت وإذا بباب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى ها هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس سورة عرش المجد شرحها من يوحنا من رؤيا. سورة عرش المجد شرحها من رؤيا
And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back sealed with seven seals. يا له من مشهد سماوي رآه يوحنا في هذه الرؤيا مما يلهب قلب الكنيسة. فبالرغم مما تعانيه من أتعاب أو تشعر به من ضيقات، إلا أن نصيبها هو الثالوث القدوس الممجد من السمائيين. ثم رأيت على يمين الجالس سفر مكتوب من الداخل ومن وراء، مختوم بسبعة ختوم. رأيت